هل جالس فوق الشروب ماليا وما ظهر في أورشليم ركبا على جحش بمجد عظيم وحاول طقوس نيانجيلوس بتواضعه قد أتانا ركبا على جحش وهدانا فليفتضع كل أعدانا مع الشيطان المنجوس. يا للعجب كيف رب العرش تواضع وركب فوق الجحش وأقام الميت من النعش بين الشعوب والرؤوس. يا داود إلى متى الانتظار؟ قم وحرك القيصار وافرح اليوم بالانتصار فقد زالت عنا البؤس. هذا هو اليوم المشهور الذي تنبأ عنه في المزمور. فلنبتهج مع هناء وسرور ونسبح مع نيانجيلوس. امدح الرب يا أورشليم مجدي إلهك بالتعظيم. يا ألاوي ونفتاليم مجدوا الرب القدس لأنه شيد عمد أبوابك وجعل السلام في أبراجك ومن الحنطة أشبع جميع أولادك وقد حصنك بالناموس. قم وبشر صهيون بالنعم فقد نالت بملكها وفر الكرام وزال عنها الهم والنقم وأصبح ساكنها في الخير مغموس. يا أورشليم ماذا أصابك؟ انهضي وزيني أبوابك. يا صهيون ادعي أحبابك وسبحي الرب القدوس. أرض يهوذا وكل التخوم بلاد الجليل وكفر نحوم وشعوب كثيرة اجتمعوا اليوم للفصح المنصوص عنه في الناموس. لما سمعوا خرجوا وهم مسرور وبأيديهم سعف النخل وأغصان الزيتون وهم يصيحون ويقولون خلصنا يا محيي النفوس. خرجوا للقاء مع كل صوب وهم يصرخون من صميم القلب
قائل مبارك الآتي باسم الرب، وصلنا بين شويسيسوس ابن العبرانيين فرشوا الثياب تحت أرجل الدواب التي عدت لرب الأرباب، مخلصنا يسوس بخريستوس. فليفتخر النخل والزيتون دون سير الأشجار والغصون. فافرحي يا ابنة صهيون، لقد زين قدوم محيي النفوس. يا شعب يسوع قم الآن، خص في النخل مع الأغصان، وسبح مع الأطفال الرضعان، وافرح بقدوم الرب يسوس. رتلوا له بأحسن ترتيل بقلوب طاهرة مع تهليل، وقول هذا هو ملك إسرائيل مخلصنا الرب القدوس.